السلام خوتي، معكم كازا فغروف، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم جبت لكم اخوتي واحد الموضوع اللي سقسوني عليه بزاف لي كومونتير وفي انستغرام. خويا كازاوي، كيفاش ندبروا على مدامه كيما خلاو اخوتنا الجزائريين؟ كيفاش ندبروا على شي شيزه اوروبيه؟ كيفاش ندبروا على شي قوريه نصيبوها وريقات ان شاء الله؟ كلو فهمتي، كل اللي باغي يطلع من المغرب، كل اللي باغي يطلع من الجزائر، كل اللي هنايا في اوروبا باغي يدبر على قوري يصيبها وريقات ان شاء الله ويدير بادار ويقعد العيباش. اليوم اخوتي جاي نوضح لكم كاع الامور ان شاء الله. الناس اللي الفيديو فيه جوج مقاطع، نفس الفيديو ان شاء الله المقطع الاول غيكون ان شاء الله كيفاش انت في المغرب ولا في الجزائر وتدبر على قوريه ان شاء الله وتشاطي معاها ودي معاها تكونيكت معاها كما كنقولوا وتطلعك ان شاء الله لهنايا. ونفس البارتي الثانيه ان شاء الله غتكون فيها كيفاش انت هنايا، شنو البلايص فين تمشي، شنو دير، شنو ما ديرش، شنو القوريه كتبغي، كيفاش طيح قوريه، كيفاش ما طيحهاش، الصوالح اللي خاصك دير اخوتي ان شاء الله. دبر على راسك، تابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، غنشرح لكم بالتفصيل بالتفصيل حاجه من القلب كيف ديما. اوروبا خوتي غنقول لكم كيفاش تدبروا على قوريه. من بين الحوايج تدبر في قوريه خوتي، اول حاجه خوتي البلايص كتحام. واحد يقول لك سير البيران، سير ديسكوتيكات كذا كذا، خوتي هاد بصح كاينه اللعيبه. مشيتي ديسكوتيكه كتلقى مع السكرانه ما كتعقلش على راسها، كدوز معاك هذيك الليله ديك النهار تقدر غدي تسحق تقول شكون انت تصدرك. لا خوتي انا ما ننصحكش بهاد البلايص. علاش؟ خوكم كازاوي يقول لكم ماشي ديسكوتيكه باينه، ديسكوتيكه تدبر على بنت ديسكوتيكه، غدبر على واحد السكرانه، غدبر على سكيريه اللي ما غاتقدرش تكمل معاها مستقبلك. اذا انت غرض ديالك غير الاوراق من الاخر، ولا غدلي غتقلب، غدلي غتنكرك. من الاحسن احسن بلايص اخوتي تقدر تمشي تدبر فيهم قوريه، حوايج زوين كدا عندكم. من بين الحوايج هي لاصال سبور خويا، جيمناسي كما كنقولوا، كتريني ليا مع راسك وتما كتدبر لي على قوريه. كتشوفك اليوم كتريني، غدا كتريني، بعدو كتريني، وكتلقى معاه اليوم كتقول لك كلمه، غدا كتضحك معاه، غدا كتعاونها، غدا كتهضر معاه. فهمتي بلاصه لاصال الناس كيتريني ودخلتي تريني تكون لابس كدا. عاوتاني اخوتي بلاصه اخرى بالبيت حوايج زوين هما الحدائق. الحدائق لي زوق بحال كتمشي المناطق العامه، كتمشي كتريح، كتهز الكشيب ديالك، كتهز تليفونك شي لعيبه، كتريح كتكون لابس زوين نقي الريحه كذا، العيبات كتلقى معاها اليوم، كتشوفك غدا كتكون في نفس الكارتي كتضحك معاها اليوم كذا، كتعاشر معاها دقه دقه. ومن بين الحوايج اخوتي من اهم الحوايج اخوتي كتلقى مع شي قوريه. هنا ما عندهمش هناك شي ديال المغرب ولا الجزائر تكون قوريه دوز من قدامك تقصدها توقفها ولا لا. هنا اللي وقفتها كنت حروش تصيفطك اخويا فين تربى، تصيفطك للبلاد، ما ديرش الطريقه اخوتي. بين الحوايج القوريه كتبغيك اخويا باش تلقى معاها ودبرتي على شي قوريه ولا شي مدامه، حاول اخويا ما تذكرش لها بانك ما عندكش اوراق وانت مقوده عليك والميزيريه وانا ما عنديش وانا كذا وتقشك عليها. الا كي تقول لها انا ما عنديش الاوراق اوتوماتيكمون غتفكر بنت خالتها، بنت عمتها، شي وحده في صاحبتها، واحد العربي نصب عليها تصايب وريقها، شوف الاخر طلقها جرى عليها صيفطها لدارهم. دلاش حوايج خايبين. انت اخويا ما تذكرش هذا الشيء، غتلقى معاها غتبقى بحال امي ديالها، تخرجوا تخلى تثق فيك. فهمتي، حاول اخوتي القوريه كتعجبك، كتعجبها، كيعجبها الحال اللي عرض عليها نهار الاول. كتحاول ما تقول لك القوريه كتقول لك لا مش كتبغي كتخلص على راسها، تخلص على لا نهار الاول انفيتيها، قول لها غدا ولا بعدو غنخرج انا وياك نشربوا واحد الكويس كويس، كتشربوا موناضه، تشربوا شعيبه، تقدر تمشي معاها حتى ريستور وتعرض عليها غديوه، تشدها عند شي ناس كتقام رخيص كتوكلها شي لعيبه، وديك الساعه كتفتح معاها الموضوع كتعاود لها على راسك شنو كيعجبك شنو ما كيعجبكش. ماشي تبدا عليها تشكي عليها، الا شكيتي على القوريه صافي كتشوفك واحد كتحطك واحد المنطقه اللي لا، خلي القوريه هي تحبك، هي تعاشرك واحد 3 شهور 4 شهور صافي كتولي تشك فيك لعيبه. ديك الساعه دخلها بانك راه ما عندكش الوراق وكذا وكذا. وما بالنسبه للوراق عندهم راه بحال كارت ناسيونال في المغرب، راه حتى شي حاجه، حنا اللي مكبرين لها الشان على الوراق. الوراق الوراق راه حتى حاجه، الوراق غير لاكارت. حنا في المغرب حنا عندنا الوراق ديال المغرب وما عندهم الوراق ديالنا، حنايا كنبقاو نقولوا حراقه ما عندناش هاد الوراق وكذا. اما هما بالنسبه لهم كتجيو بحال شي واحد بحال شي واحد افريقيه قالت لك صايب لي الوراق ديال المغرب، غاتجيك عادي عندك الوراق ديال المغرب. حتى هما كيجيو عادي وعندهم الوراق ديال اوروبا. اذا انت ما تحاولش بالله بانك يرا تصيب لك اوراق، ما تبينش لها بانك طامع فيها على ود الوراق. وواحد النصيحه اخوتي مهمه، الا دبرتي في قوريه اخويا حاول دبر على شي قوريه، ماشي اي قوريه دبر عليها، لا دبر على شي قوريه تكمل معها حياتك. عرفتي علاش؟ ماشي تضحك عليها بنت الناس هي، راه ماشي تقول لا ما نضحكش على العربيه ما نضحكش، حتى هي راه خلقها ربي، حتى هي عندها احاسيس ساقت فيك، عتقاتك من لاميزير، عتقاتك شحال من حاجه، وكفاش معاك ترجلات معاك، واخا قوريه واخا ماشي مسلمه تقدر تدخل الاسلام تربح فيها اجر كبير، انت مزوج مصيب وريقاتك واخد دين ودنيا ودنيا واخره كما كنقولوا، ما تضحكش عليها. وبالنسبه لشي واحد كيتزوج بحال القوريه تنوريهم لك اخوتي، وشي بالنسبه اللي كيتزوج بحال القوريه نخليكم في التصويره، نخلي لكم واحد التصويره اللي كيتزوج بحال القوريه اخويا هذا هي نصبات عليك اصلا، هي كما كنقول لك استغلات، كيفاش تستغلها اخويا بحال النوع؟ كتكون مراه عندها 70 عام 80 عام وكتكون مع واحد عنده 20 عام 25 عام، راه كتضيعوا في حياته ودار بين باغي الاوراق، ما تقولش هي حب
حيت ميمكنش واحد عنده 20 عام 25 عام غيبغي واحد عندها 80 عام 70 عام كما كنقولوا. ما زدتكم بيتكم 10 سنين 5 سنين 6 سنين 10 سنين 12 عام 15 عام ماشي مشكل، كتكون واحد القاولي كتكون محافظ على راسها. بالنسبه اخوتي انا قلت لكم هاد النصائح من احسن حوايج. نهار الثاني تلاقى معاه وثاني جيب له وريده، وريده كدير اورو هناك، اورو كدير اورو تكسبها وما كيعجبهم لي كادو فهمتي. القاولي تلاقي شي معاه ما تشكيش عليها، وديما اخويا ديما لابس ما تلبش ليه السربيطات كذا شي، كتخلع القاوليه كتبان كتبان لها شفار، كتبان لها باغي الديله ديالها باغي تنصب عليها، لبس حطه زوينه فهمتي، تريكو سريويل قوي ميجا المهم كتبان الدري نقي دري زوين ود عائله. شوف شكون قود عليك مواكل ما شارب وتابعك الكرا تابعك مشاكل وقيامك حلا ما تجبدهمش ليها، جبد الحياه الزوينه قول انا في المغرب كنت بخير، انا في الجزائر بخير، والدي هنا كذا باق طق فهمتي اخوتي. الطريقه علاش القاولي تكتبها ماشي بحال العربيه، العربيه تقول لها نتزوج بك كذا صافي تحل لك قلبها تقول لك بغيتك، لا القاولي تلقى مع نهار الاول تقول لها بغيت نتزوجك تبعد منك تقول لك هذا باغي يقربني، هي راه كتضرب معاه 10 سنين كتقول لي نتزوجوا، انت خليها هي تقول لك نتزوجوا هي تحبك فهمتي، انت غدير بلا ما انت راك عارف كيفاش تدوي معاه وكيما تجبدش لها المشاكل ديالك. بالنسبه للدراري اللي في المغرب واش الدراري اللي هنا يستعملوا الطريقه، شحال واحد يقول لك لي زابليكاسيون دبر على قاوليه، لي زابليكاسيون دابا قدام وديمودا بحال داكشي ديال بادو بحال تيندر. بالنسبه خوشي الدراري اللي في المغرب ولا الدراري اللي في الجزائر وباغي يدبر على قاوليه، هي في اوروبا هو الحل واعر. شوف غنجيب لكم واحد العيبه اللي شحال واحد ما عارفهاش وكل اللي ما عمرو ديما داخل ليه، شوف ديما انت داخل كيما نقول لكم انستغرام خوشي، انستغرام فيه واحد العيبه اللي ما كتعرفوهاش. انستغرام كيما غتشوفوا في الفيديو غنخلي لكم كيفاش تقلبوا في الريسيرش، هنا تقدر تقلب على المدينه، تقلب على الدري اللي حاط تصويره في هذاك الحي بحال على زون بحال مثلا باري، كتقلب على واحد الزونه في باري كتلقى دري تصور هذيك التصويره ولا حتى طاق لحت العنوان عرفتي كيف كتطاق كتكون اليكانتي مارسي باري هذوك المدن كدير فين في اين بلاصه كاين هذه بلاصه انت كدير ريسيرش كتشوف الناس اللي تصوروا اليوم في هذيك البلاصه. فاش كدير اخوتي كيما نوريكم فيديو تفرجوا في فيديو انا نوري لكم شوفوا هنا. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. كما شفتوا اخوتي هنا في فيديو في انستغرام اخوتي كتدخل كتكتب الريسيرش ديال المدينه اللي بغيتي، بحال مثلا بغيتي تقلب فرنسا كتكتب باريس تكتب مارسي تكتب المدينه اللي بغيتي انت، بغيتي تقلب اسبانيا بارسلون مدريد، بغيتي تقلب اي مدينه اخوتي في اوروبا كامله تقلب بهذه الطريقه. الا كنتي هنا في اوروبا قلب في البلاصه فين كاين انت بهذه الطريقه اللي وريتكم اخوتي في الفيديو، ولا كنتي في المغرب قلب على الطرق. ونصيحه الناس اللي في المغرب ما تمشيش تقلبوا على المدن المعروفين بحال مدريد بحال باريس بحال مارسي المدن الكبار، لا حاول تقلب على الفيلاجات، قلب على البلايص الصغار اللي ما فيهمش الحراقه بزاف، حيت ما يمكنش اخوتي ما خصكش تكون كتعرف المغاربه، حيت ما يمكنش تجيب مغربي من البلاد وهنا هنا الخير موجود اخوتي فهمتي. قلب انت خصك تقلب لهنا يقلب في الكارتي اللي فيه هو الزونه اللي فيها هي. بالنسبه للناس اللي في المغرب واللي في الجزائر تقلبوا في لي فيلاج، تقلبوا في قناه ديال المدن اللي ما معروفينش اللي ما فيهمش الحراقه بزاف اللي ما فيهمش العرب، فهمتي تدخلها بشويه تكون عطا معاه تهضر معاه دير لها جيم تصويره هكذا راك عارف كيفاش دير. اما بالنسبه لبادو وداك الشيء ديال تيندر وداك لي زابليكاسيون ماتوا محوش كذا مابقاش كي ينفع بزاف، شحال كيقول لك فيسبوك الاوروبيين ما كيديروش فيسبوك بزاف، دابا اتجهوا الانستغرام، انستغرام في هذه الخاصيه اللي وريتكم كما قلت لكم مزيان الله يسهل على اي واحد. وكنقول لكم اخوتي اللي تعرف على شي قاوريه محاول ما ينصبش عليها، حاول ما يضحكش عليها، علاش؟ حيت هي انسان يضحكش عليها. شوف راه انت ما تبغيش يضحك عليك فهمتي، تخيل معايا دابا انت دابا عندك ميجا فكر معايا انا كما كنفكر، انا كما كنفكر والله كازا الغربه كيفكر بحال هكا. تخيل معايا دابا انا شديت قاوريه صايبها وراك ضحكش عليها بشاش نقولوا بشاش هي مسكينه ربي العالم عندها ربي حتى هي ربي ربا وربي راه كاين رب واحد. دعاتني الله سبحانه وتعالى دازت المده بغيت نمشي نجيب انا شي مغربيه من البلاد، نقدر اخويا ديك المغربيه انا نجيبها من البلاد نجيبها نضرب عليها تماره نجيبها حتى لهنا تضحك عليا تصيب وريقاتها بيا دير ليا باي باي فهمتي. اذا شنو انا ما غنحملهاش، ديما حط راسك باش تشوف بغيت ادي شي بنت الناس بغيت تاتشي الا كنت كنهضرك على بنت وراجل، الراجل حتى المراه هي ما تاديش شي راجل بغاها وتقفيها وكذا ما تاديوش، ديما سيروا بقلبكم ومنيه كيربح كما كنقول اخوتي. وكازاوي ديما كنجيب لكم جديد وهذا الفيديو اخوتي راه من القلب، جربوا هذا العيب ديال الانستغرام راه بزاف. شوف انا بالنسبه لي راه اي واحد في الزون فانا كاين شي صوره كيطلع ليا كنديما كندخل كنقلب كذا على الطريقه ديال الانستغرام، ما تقاش في يوتيوب قلب عليها فيما بغيتي على الطريقه. انا ورات لي واحد القاوريه قالت لي راه كتطلعت لها من تماك، حتى واحد النهار كيفاش طلعت قالت لي راه قلبت عليك بالطريقه وطلعت لي وشرحات عليا، واليوم
كثر عليا الضغط انستغرام خويا كازارو بغينا قاوري بغينا قاوري بغينا قاوري هاك خويا وليك الطريقه وليك التقافي دبر على قاوري ان شاء الله طلع بوريق عاشك ان شاء الله ديروا وليدات ديروا المستقبل ديالك وان شاء الله فراسكم كان عندكم كازارو ضربه الدراري خويا القناه كتسهل بارطاج كومونتير لي جيم بالبلو اخوتي راه كنجيب لكم جديد راه الشيء اللي كنجيب لكم اخوتي ما كاينش في قنوات قنوات اخرين راه كنجيب لكم شي لعيبه وما داعمينيش والله انا معاونكم وانتم معاونيني في والو اخوتي الله كاين 21 21 واحد اللي كيبارطاجيو مع صحابهم وكيصوروا لي السكرينات في انستغرام وكذا راه باين محسوبين على الصباع وراه كنشوفكم ديما وكاع كنجاوبوا عليكم كومونتير واللي بغى شي سؤال شي لعيبه اي حاجه كيف ما كانت شوف اي سؤال طرحك في بالك على الغربه جي عندي انستغرام كازاو في الغربه نجاوبك كنت كنعرف راه غنجاوبك ما عرفتش غنقول لك صبر تسنى يومين ثلاث ايام غنسول الدراري صحابي شي سؤال ديالك او في دماغي غنسول لك وغنجي نجاوب خويا ونجيب لك معلومه باي طريقه حيت خوكم كازاوي باغي الخير لكلشي وباغي غير رحمه الوالدين ان شاء الله فراسكم كاع كازاوي في الغربه نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.